ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على توقعات يوم 31 اغسطس لعام 2022. بالنسبه لنا عندنا يوم هيكون مهم جدا جدا، يوم هيكون ايجابي كتير للابراج الهوائيه. لكن في البدايه خلينا ان احنا نقول نهايه شهر سعيد ان شاء الله على الجميع. تعالوا نبدا بتوقعات كل برج على حده، ونبدا ببرج الحمل. برج الحمل عندنا اليوم هيبقى برضو مازال معاكس، لان طبيعة وجود القمر ببرج الميزان ده وضع معاكس بالنسبة لنا، بس احنا مدعومين من تأثيرات حركة الكواكب الاخرى، فبالتالي المعاكسة في نقطة معينة وليست لعدة نقاط. النقطة المعينة المتعلقة بانك تبتدي حاجة، تروح مشوار، تروح اجراءات، حاجة متعلقة بمواعيد، هو ده اللي هيحصل فيها بعض البلبلة شوية. غير كده بالنسبة لنا هيكون عندنا يوم هيبقى لطيف جدا جدا على المستوى العائلي. يعني اليوم على المستوى العائلي هيكون إيجابي. نهاية اليوم بالنسبة لك هيكون في فكر متعلق بأمور مالية، فده بالنسبة لي برج الحمل. طيب إذا ده شكل اليوم أو طبيعة اليوم بالنسبة لك. اما برج الثور، برج الثور ما زال برضو عندنا حاجة متعلقة بنقطة كتير مهمة، ان الوضع الصحي، خلي بالكم كتير على صحتكم، خاصة الناس اللي عندها مواليد، لان ممكن يكون الوضع الصحي بالنسبة لك هو اللي مش لطيف عندك، او الوضع الصحي المتعلق باحد الاولاد بالنسبة لك، او على فكرة الاب والام او احد الاخوات، فلازم نكون واخدين بالنا كويس جدا جدا من الوضع الصحي بالنسبة لنا. النقطة التانية نخلي بالنا كتير من التهور وبعض الكوارث اللي بتكون بسيطة اللي بتقلبنا، عارفين زي ايه؟ صابع رجلنا الصغير اللي دايما بيكون مظلوم في حياتنا، دايما تبقى ماشي كده في امان الله، هو الوحيد اللي يختار نفسه كده يتخبط في اي كرسي او اي ترابيزة او اي كنبة، لازم يتخبط حاجة كده بتفقع المرارة، يبقى هو بيتخبط من هنا تلاقي دماغك بتشو من هنا. المهم برج الجوزاء، برج الجوزاء عندنا يوم هيكون لطيف، وعليكم ان انتوا تستغلوا اليوم كويس قوي وتخلصوا مشاوير واجراءات. مجبرين بقى اليوم ده انتوا مجبرين على ان انتوا تخلصوا مشاويركم واجراءاتكم وتعاملاتكم والخ. اليوم حلو قوي للبدايات، اليوم حلو قوي لتصليح العلاقات، اليوم حلو قوي لتوطيد العلاقات للايجابيات، فاذا يوم جيد رائع ما ينفعش ان احنا نضيعه. يوم 31 غير يوم واحد بالنسبه لك، يوم واحد هتبقى بتعاني شوية، لكن يوم 31 استغله عشان اليومين اللي جايين هنريح فيهم، فخلي بالكم كويس قوي قوي يا برج الجوزاء. اما بقى بالنسبة لبرج السرطان، برج السرطان ورانا اي مشوار، اي اجراء، اي حاجة قلقاك في الشأن العائلي اجلها. محتاج كتير ان انت تأجل النقاشات العائلية والجدل في الشأن العائلي والبدايات، انك تبتدي اي مشوار، اي اجراء، اي تعامل، اي شراكة ليوم واحد في الشهر. يوم واحد في الشهر هيبقى الطف كتير ليك، وهيبقى انسب، وهيبقى احلى. يوم 31 لا، يوم 31 هتحس بتقل شديد جدا، هتحس بنوع من انواع التعنيف النفسي، يعني انت نفسيا مش هتبقى مرتاح، فاذا يوم مش هيبقى مناسب ليك. يوم 31 مش مناسب ليك لاي اجراء، لاي بدايات، لاي تصالحات، فاجل اي حاجة متواجده خلال اليوم ليوم واحد في الشهر. ده بالنسبه لبرج السرطان. اما بالنسبه لبرج الاسد، برج الاسد عندنا يوم هيكون لطيف كتير، يوم 31 استغلوه، استغلوا كتير ان انتوا تبداوا بدايات حلوه، وان انتوا تنطلقوا اكثر، وان انتوا تحققوا ذاتكم، ان انتوا تصلحوا علاقات. اليوم حلو قوي لتوطيد العلاقات، لان انتوا تخلصوا مشاوير لتعاملات ليها علاقه بامور ورقيه او امور رسميه، اجراءات هامه. بالنسبه لك يوم فعليا هيكون ايجابي جدا، وحاولوا استغلال يوم 31 لان هو الاقوى والانسب والاحسن ليكم عن اليومين اللي وراهم، تمام؟ فده بالنسبه لبرج الاسد. اما برج العذراء، برج العذراء هيكون عندنا يوم، هو اليوم معظمه كله تعاملات مالية، هيكون عندك إجراءات مالية، تعاملات مالية، بس الفكرة كلها إنك هتخلي بالك من تدبير الوضع المالي، يعني هخلي بالي من مصاريفي، هخلي بالي كتير من الجو المالي بالنسبة لي، من إني أنا الأولويات، يعني نظام الأولويات بالنسبة لك، اللي هو أنت بتصرف في إيه، اللي هو إيه الاحتياجات الخاصة فيك. أنت هيكون عندك سداد ديون على فكرة وتعاملات مالية جيدة، بس محتاج كتير إنك تشوف ايه اللي المفروض ادفعه دلوقتي وايه اللي المفروض اجله، محتاج ده جدا، محتاج انك تنظر لهذا الامر بشكل كتير قوي. برج الميزان،
يوم لطيف جدا، القمر موجود عندك بيديلك طاقة وبيديلك دعم، برغم معاكسة الشمس ليك على فكرة، إلا إن وجود القمر داعم جدا ليك وداعم ليك كوكب عطارد في الشأن المهني المدعوم من المريخ. فإذا أنت عندك طاقة دعم كتير قوية وكتير، هتبقى عندك حالة انبساط. عشان كده استغلوا اليوم في إن أنتوا تعوضوا نفسكم، في إن أنتوا تخلصوا مشاوير، إجراءات، تعاملات، تصلحوا علاقات، تصلحوا من نفسكم، إن أنتوا تتخذوا خطوات جيدة عندكم النفسية هتبقى مريحة، أنتوا هتبقوا مرتاحين نوعا ما. اشخاص هيبقوا عايزين يصلحوا معاكم علاقتهم وعايزين يقربوا منكم، فاذا استغلوا طاقه اليوم جدا جدا، وهيكون عندكم قوه ذاتيه خلال اليوم. برج العقرب، برج العقرب خلي بالك كتير من يوم 31، يوم 31 ده قضي اجازه، خدوا اجازه فعليا. يوم واحد هو اللي هقول لك انطلق واعمل كل اللي انت عايزه، لكن يوم 31 مش بتاعك. يوم 31 هيكون في عداءات كتيره وفي خلافات وفي مشاكسات وتاجيل وتاخير، والوضع الصحي بالنسبه لنا والوضع الصحي كمان هيبقى معاكس بالنسبه لنا. فاذا لازم نكون حذرين جدا جدا على الشان الصحي، وحذرين جدا على ان احنا ندخل في بدايات، ندخل في مشاكسات، ندخل في التحديات او امور منافسه، كل ده امر غير مسموح بيه تماما يوم 31. خلي بالك لان هتبقى طاقتك عدائيه، وهيكون عندك اشخاص كمان عدائيين، وخلي بالك من ان انت ما تثقش في حد، يعني ما تبقاش واثق في حد انه يخلص لك مشاوير، اجراءات، تعاملات، لا اعتمد على نفسك، يعني اعتمد على ربنا الاول سبحانه وتعالى، ثم بعد كده اعتمد على نفسك. ده اذا انت كنت اضطريت لان انت تروح مشوار او اجراء او اي حاجه خلال يوم 31. غير كده اجل كل مشاويرك وكل تعاملاتك ليوم واحد في الشهر. برج القوس، برج القوس احنا عندنا يوم لازم تستغله، يوم 31 احلى كتير من يوم واحد، يوم 31 هو الاقوى، القمر لسه في المنزل ال11 بيدعمك، منزل الاصدقاء والطاقه والدعم. فاذا قرب من الناس اللي حواليك الكويسين، حاول تخلص علاقات او تصلح علاقات، تقرب من فلان، تزيد علاقتك مع علان، حاول كتير تخلص مشاوير، اجراءات، الخب، لان يوم واحد معاكس لك وعنيد جدا معاك. فاذا يوم 31 هو بمثابه فرصه، يوم 31 هو بمثابة فرصة، خلص مشاويرك وإجراءاتك وتعاملاتك، انجز كل المهام الخاصة بتاعتك يا برج القوس يوم 31. برج الجدي، برج الجدي يوم 31 هيبقى عندك الأمور المتعلقة بأوراق رسمية، خلي بالك الأمور القانونية والقضائية، تخلي بالك يوم غير مناسب للبيع والشراء والكلام على ممتلكات او ميراث، يوم هيبقى مش حلو للقرارات الخاصه عامه. اليوم بالنسبه لك الافضل انك انت تاجل في مشاويرك واجراءاتك وتعاملاتك والخ يوم واحد في الشهر، يوم واحد هيبقى انسب ليك وافضل كتير ليك، لكن يوم 31 ده لا تخلي بالك جدا منه، خاصه في النقاط اللي انا حددتها لكم. اما بالنسبه لبرج الدلو، برج الدلو يوم هيكون لطيف كتير وايجابي جدا يوم 31. يوم 31 انا بحاول ان انا اوريك الفرق كمان ما بين اليوم ويوم غد، يعني اليوم اللي وراه كمان، عشان تبقى واخد بالك اكثر. لان برج الدلو انت بالذات من الابراج اللي المفروض انها تاخد بالها من يوم 31 ده قوي، ان انت ما تنامش فيه. اليوم لما نقول ان هو يوم كويس ليك، يعني يوم هيبقى المفروض ان انا ما نامش، اخلص مشاوير واجراءات وتعاملات والخ واصلح واعمل وي 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 وي، انجز الدنيا كلها بالنسبه لي، كل اللي ورايا اعمله خلال اليوم ده. انت مطالب بده جدا، اه، لان اليوم بالنسبه لك هتبقى مريح الدنيا، وهتبقى تقدر تعمل 10 مشاوير مع بعض، هيبقى عندك الجرأه او الجرعه القويه انك تعمل ده. لان اليوم اللي وراه معاكس جدا ليك، وهتبقى فيها مشاكل وجدل وخلافات. فاذا اليوم ده خلي بالكم كتير ان انتوا تخلصوا مشاوير واجراءات والخ تعاملات وقرارات، خلصوا كل اللي وراكم يا برج الدلو خلال يوم 31، لان اليومين اللي وراه هيبقوا معاكسين جدا. برج الحوت، على قد ما عندك حركه مهنيه وعندك كتير من النجاحات المهنيه والتعاملات المهنيه وشراكات جيده جدا، الا ان لو عندك في حاجه متعلقه بمشوار تقيل او حاجه صعبه او حاجه تقيله، خليها ليوم واحد في الشهر، هيبقى انسب ليك واقوى ليك طبعا لما القمر يكون موقعه ببرج مائي. فانت بالنسبه لك يوم 31 مش وحش، مش وحش، بس هيبقى فيه كتير من الحركه المهنيه والمساعي والتقدم. لكن لو وراك حاجه ليها علاقه بتصليح علاقات، خطوات جديده، ليها حاجه ليها علاقه بازمه مثلا عايز تحلها، متطلب منك اليوم مجهود صعب، اجل المجهود الصعب ده واجل الموضوع كله ليوم واحد.
تمام. فيوم 31 حلو للحركة المهنية ومناسب كتير للتعاملات المهنية، لكن مش للمجازفة، مش للتقل والصعوبات. ده بالنسبة لي برج الحوت. عامة بتمنى كتير اني اكون في التقم، بتمنى لكم يوم سعيد، يوم لطيف، وبتمنى لكم كمان نهاية شهر سعيدة واستقبال شهر جيد ان شاء الله على الجميع. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.